أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا إلى جولة الميدان، والبداية بأبرز العناوين. الفصائل المقاتلة تطرد فلول داعش من مواقع تقدموا إليها بريف إدلب وتأسر عددا منهم. قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات النظام بهجوم مباغت للفصائل المقاتلة في الغوطة. الجيش الحر يسيطر على قرية عمر سيمو على محور بلبل شمال عفرين بعد معارك مع الوحدة. أهلا بكم. أعلنت الفصائل المقاتلة في إدلب عن إنهاء وجود تنظيم داعش في المحافظة بعد أن سيطر عناصر التنظيم بتسهيل من النظام على قرى الخلاخيل والزرزور والإخوين في الريف الجنوبي الشرقي، وتزامن ذلك مع مقتل 17 شخصا وإصابة آخرين بجروح في عموم محافظة إدلب عبر سلسلة هجمات غير مسبوقة بالعبوات الناسفة تزامنت مع هجمات داعش. بعد هجمات مباغتة لتنظيم داعش على مناطق في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، استعادت الفصائل المقاتلة المناطق التي سيطر عليها عناصر التنظيم وأبرزها قرى الأخوين والخلاخيل والزرزور، وذلك بعد اشتباكات استمرت لساعات. وفي بيان رسمي أكدت غرفة عمليات دحر الغزاة إنهاء وجود داعش بريف إدلب الشرقي بشكل نهائي، مضيفة أن المعارك أدت لمقتل وجرح العشرات من عناصر التنظيم، فضلا عن وقوع عشرات من الأسرى سلموا أنفسهم مع كامل عتادهم العسكري. مصاب بجر لا شيء. واتهمت غرفة العمليات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية بنقل مجموعات من تنظيم داعش من عقيربات وعبر مناطق سيطرتها في ريف حماة إلى ريف إدلب الشرقي بغية القتال إلى جانبهم ضد الفصائل هناك. وتزامنا مع تلك الهجمة العسكرية التي شنها التنظيم على ريف إدلب، اجتاحت المدينة وريفها عمليات اغتيال غير مسبوقة، قال أهالي المنطقة إنها نفذت من قبل خلايا نائمة تتبع لداعش بهدف التخفيف عن عناصرهم المحاصرين. وأفاد مراسلو أورينت نيوز أن العمليات التي تمت عبر القناصات والدراجات المفخخة والعبوات الناسفة أسفرت عن مقتل قرابة 20 مدنيا ومقاتلا في مدينة إدلب ومدن وبلدات معرة مصرين وكفرنبل وخان شيخون وبابيلة وأريحة والمصطومة. وينضم إلينا مراسلنا هاشم العبدالله من إدلب. أهلا بك هاشم. هاشم، بداية لو ترقل لنا تفاصيل ما جرى في الريف الجنوبي الشرقي لريف إدلب من معارك مع داعش. نعم، بالنسبة لريف إدلب الجنوبي الشرقي انتهى تنظيم داعش في هذه المنطقة بعد أن سلموا جميع أسلحتهم وسلموا أنفسهم لغرفة عمليات دحر الغزاة في منطقة في هذه المنطقة وخصوصا في قرية الإخوين صباح اليوم بعد مفاوضات استمرت منذ ليلة الأمس وحتى صباح اليوم. طبعا تم نقل جميع العناصر الذين سلموا نفسهم من تنظيم داعش إلى الفصائل المقاتلة في هذه المنطقة، ومن ثم نقلوهم إلى سجون خاصة ليتم التحقيق معهم بدواعي أمنية، وإضافة إلى خضوعهم إلى محاكم شرعية كما ذكروا في البيان الذي أصدرته غرفة عمليات دحر الغزاة. طبعا هذا الأمر أتى بعد 4 أيام من الاشتباكات المستمرة على محور الزرزور وأم الخلاخيل والإخوين وشم الهوى والنيحة في هذه المنطقة بعد وصول تنظيم داعش إلى منطقة ريف إدلب الجنوبي الشرقي قاطعا أكثر من 15 كيلومتر من المناطق التي كانت محاصرة فيها من قبل ميليشيا. معناها هاشم، عذرا على المقاطعة، معناها هاشم أن هناك يعني وجود تسهيلات من النظام، هذا يعني أن هناك تسهيلات من النظام؟ نعم، ذكروها أيضا. نعم،
صحيح، هذا ما اتهمت به الفصائل تنظيم داعش بتسهيل ميليشيا النظام وصولها، حيث أنه وصل دون مقاومة تذكر وبفترة قصيرة جدا، يعني والكل يعلم أن تلك طبيعة الأرض الجغرافية هناك لا تساعد على الوصول بهذه الطريقة، كون النظام مسيطر على جميع تلك المناطق، حتى أنهم ذكروا في البيان سوف يكشفون خيوط التنسيق بين ميليشيا النظام وتنظيم داعش بالوصول إلى مناطق الفصائل المقاتلة. طبعا الفصائل المقاتلة خلال 4 أيام حسب مصادر خاصة لأورينت تتحدث لنا أن أكثر من 100 قتيل تكبد التنظيم في هذه المنطقة، ومعارك كانت وصفت بالشرسة على محور أم الخلاخيل ومحور الإخوين وشم الهوى في هذه المنطقة التي حاول مرارا وتكرارا التنظيم التشعب وفتح عدة محاور بغية التغلغل إلى مناطق أوسع في ريف إدلب الجنوبي، إن كان في التمانعة أو باتجاه خان شيخون أو حتى باتجاه بلدة جرجناز في ريف معرة العمان الشرقي. طبعا نتحدث يعني حاليا يعني عن الفصائل المقاتلة خلال هذه الأيام جلبت الكثير من التعزيزات، كان هناك يعني أمر يعني هذا الأمر يعني وجدوه بالأمر الخطير جدا بانتشار عناصر تنظيم داعش في مناطق مختلفة في محافظة إدلب، التعزيزات وصلت وكان هناك مثل وضعوا خط دفاعي قوي لعدم تغلغل عناصر التنظيم، انتهى بأسر جميع العناصر والآن هم موجودين عند الفصائل المقاتلة بأسلحتهم وعتادهم، وحتى من بين الأسرى هناك جرحى التنظيم سلم كل ما لديه للفصائل المقاتلة. دعيني لو أتحدث قليلا عن مخاوف الأهالي حاليا، يعني بعد هذا أسر جميع عناصر تنظيم داعش في هذه المنطقة، هناك مخاوف من قبل الأهالي يعني تراودت يعني منذ سماعهم الخبر أنه سيكون، هل سيكون هناك محكمة يعني تنظر في شؤونهم، وألا بعد فترة أو أسبوع أو أسبوعين يخرج هؤلاء بدواعي يعني شتى أو حتى يفرج عنهم، كون المنطقة خصوصا نتحدث خلال 4 أيام الماضية ومنذ بدء هجوم التنظيم على مناطق الفصائل المقاتلة شهدت المناطق الشمالية وحتى وصولا إلى مناطق الاشتباك هناك نشاط كبير للخلايا النائمة، وخصوصا موضوع العبوات الناسفة التي استهدفت تجمعات مدنية وحتى تجمعات عسكرية كما رأينا في معرة مصريين في مدينة إدلب في الطرق الواصلة إلى الريف الجنوبي، خان شيخون، تل منس، معرشورين، طريق ملس، أرمناز، جميع هذه المناطق نشطت فيها العبوات الناسفة إن كان في الدراجات النارية أو حتى في الاستهدافات المباشرة، يعني أغلب كان الذين سقطوا خلال هذه العبوات والنتائج هي كانوا من المدنيين جميعهم كما شفنا كما شاهدنا في مدينة إدلب. طبعا نتحدث أيضا يعني أن ميليشيا النظام بعد هذه العملية وأسر عناصر التنظيم في قرية الإخوين استهدف المنطقة بأكثر من 3 غارات جوية داخل قرية الإخوين والتي هي الآن هي تحت سيطرة الفصائل المقاتلة. نعم، طب هاشم ماذا عن الغارات الروسية والنظام اليوم؟ هل من غارات جديدة للنظام أو روسيا اليوم؟ نعم، الغارات الروسية بشكل عام يعني مقاسة على الأيام التي شاهدتها محافظة إدلب هي يعني يعتبر الوضع هادئ نسبيا من تحليق الطيران، يقتصر على تحليق الطيران الاستطلاع في أجواء محافظة إدلب، إلا أن ليلة الأمس استهدف طيران العدوان الروسي قرية عينتا في سهل الروج شمال بلدة محنبل بغارة جوية على منازل المدنيين أدت إلى استشهاد طفل وامرأة وجرح أكثر من 6 آخرين كانوا عالقين تحت الأنقاض، عملت فرق الدفاع المدني على انتشالهم. طبعا أيضا نتحدث هنا على القصف المدفعي والصاروخي الذي استهدف مدينة جسر الشغور وأطرافها وأريفها الغربي، إن كان من معسكر أجورين في سهل الغاب أو حتى من نقاط وتمركز ميليشيا النظام في جبلي الأكراد. شكرا لك على هذه المعلومات هاشم العبد الله مراسلنا، كنت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لك.
قتل عناصر من ميليشيا نظام وجرح آخرون في عملية نفذتها الفصائل التابعة لغرفة عمليات بأنهم ظلموا في الغوطة الشرقية، حيث تمكن مقاتلو الفصائل من الهجوم على إحدى نقاط تمركز الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في ميليشيا نظام على جبهة المشافي بالقرب من طريق دمشق حمص الدولي، والاشتباك معهم موقعين قتلى وجرحى. إلى ذلك ارتفعت حصيلة قصف النظام المدفعي على مدينة دوما إلى 5 مدنيين. هذا ووجهت الحكومة المؤقتة نداء عاجلا طالبت من خلاله مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته خلال الوضع الراهن في الغوطة الشرقية وريف إدلب. نداء إلى مجلس الأمن الدولي، إننا نجتمع اليوم في الغوطة الشرقية المحاصرة الجريحة لنرفع صوتنا عاليا إلى مجلسكم بكافة أعضائه الذين يناقشون الوضع الإنساني المتردي في الغوطة الشرقية خاصة وفي سوريا عامة، ونطالبكم بوقف آلة التدمير الهمجية لنظام الأسد الإرهابي، كما نؤكد على مطالبنا في الرسالة التي وجهها مجلس محافظة ريف دمشق إلى مجلس الأمن يوم الخميس الماضي. الهدف من هذا الاجتماع هو إيصال صوت الغوطة إلى مجلس الأمن، خاصة في اجتماع غدا يوم الأربعاء في اجتماع لمجلس الأمن بخصوص الغوطة خاصة وعموم سوريا بصف قصف النظام المستمر على المدنيين واستعماله كافة الأسلحة المحرمة وحتى غير محرمة، لأنه غير محرمة عم يقصف المدنيين. هو هلا نحن نتوقع أن يكون في تجاوب إن شاء الله من مجلس الأمن، خاصة أن نزيف الدماء مستمر من فترة طويلة وإلى الآن لم يعني يحصل أي وقف لهذا النزيف من قبل مجلس الأمن. طبعا الحمد لله نحن في كثير من اشخاص داخل المجتمع الاوروبي والمجتمع العربي متضامنين مع اهالي الغوطه الشرقيه، حيكونوا يشاركونا بوقفات احتجاجيه، حيشاركونا بتغريداتنا عبر تويتر موقع الحمله، حيشاركونا ايضا بايصال معاناتنا داخل الغوطه الشرقيه المحاصره للمجتمع الدولي لايضاح حقيقه ما يحدث. ينضم إلينا محمد عبد الرحمن مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق. أهلا بك محمد. يعني محمد، بداية، هل من معارك وغارات جديدة اليوم على الغوطة الشرقية؟ نعم تيماء، بالفعل اليوم أيضا كان هناك تصعيد من قبل ميليشيات النظام على مناطق وبلدات الغوطة الشرقية. طبعا نعم. على صعيد الغارات الجوية لم يخرج الطيران الحربي اليوم لينفذ أي غارات جوية بسبب ربما الأحوال الجوية في الغوطة الشرقية سواء الماطرة أو حتى الغائمة والرياح الموجودة. طبعا كان هناك تصعيد بالمدفعية الثقيلة باستهداف مباشر على أحياء مدينة دوما منذ ساعات الظهيرة حتى منذ قليل، طبعا مما تسبب بوقوع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. الحصيلة طبعا كانت حتى اللحظة 5 مدنيين والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين. طبعا أغلب الاستهداف كان وسط المدينة، ويعني المفارق التي تشهد تحركا للأهالي أو حتى بالقرب من، وبالتالي يعني كان هناك أعداد كبيرة من الجرحى. أيضا كان هناك استهداف لبلدة كفر بطنة بقذائف صاروخية. طبعا اليوم كان من المفترض أن تدخل قافلة مساعدات الغوطة الشرقية تستهدف بلدة النشابية، ولكن تم تأجيلها ولم تدخل، ربما سوف تدخل غدا. طبعا يعني بعض المعلومات تتحدث على أن يعني بعض وجهاء الغوطة الشرقية والفعاليات المدنية طالبوا الأمم المتحدة أو حتى التي سوف تدخل أن يكون هناك ضمانات لعدم قصف ميليشيات النظام لأماكن المساعدات التي سوف يتم تنزيلها وتخزينها في مناطق الغوطة الشرقية، لأنه من المعلوم في المرات السابقة كان هناك استهداف بشكل للأماكن التي تم يعني وضع المساعدات التي وصلت من قبل الأمم المتحدة أو حتى الهلال الأحمر. يعني محمد، طب ماذا عن المشافي الميدانية مع هذه الحالات؟ يعني كيف تعاملت مع هذه الحالات؟
حقيقة تيماء، يعني يتم التعامل يعني من ضمن الإمكانات المحلية في الغوطاء الشرقية. عادة طبعا أعداد الجرحى الكثيرة التي تصل في وقت واحد تستنزف معظم الكوادر الإسعافية أو حتى الأطباء في الغوطاء الشرقية، أو يعني بعض المشافي التي ربما لا تتسع غرف العمليات فيها لأكثر من حالة أو حالتين، نعم. وبالتالي يكون أحيانا هناك أزمات في هذه الحالات من التصعيد والقصف المتواصل على بلدات ومناطق الغوطاء. طبعا هناك إحصائية تتحدث أن خلال الهجمة الأخيرة لميليشيات النظام على الغوطاء الشرقية ما يزيد عن 260 شهيدا، ما يزيد عن 60 حالة بتر في صفوف المدنيين ما بين طفل وشخص كبير وحتى في صفوف النساء. شكرا لك محمد عبد الرحمن على هذه المعلومات، مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك. استطاع الجيش السوري الحر المدعوم من الجيش التركي السيطرة على قرية عمر سيمو بعد سيطرته على المحمدية وتلت العمارة، بالإضافة لعدة نقاط أخرى في معمور بلدة جنديرس. سيطرة الفصائل على قرية المحمدية وتلالها جعلت المسافة المتبقية التي تفصلها عن مركز ناحية جنديرس 5 كيلومترات فقط. نحن الآن نتواجد على محور ناحية جنديرس التي تمكنت الفصائل المقاتلة فيها قبل قليل من السيطرة على منطقة المحمدية أو قرية المحمدية وتلالها التي تعتبر خطوط دفاعية أمامية عن هذه المنطقة. حاليا تدور معارك عنيفة بين الفصائل المقاتلة من جهة ووحدات حماية الشعب الكردية من جهة، في سعي من قبل الفصائل التقدم إلى مناطق أخرى باتجاه منطقة جنديرس وكسر ما تبقى من خطوط دفاعية، كل ذلك وسط قصف مدفعي وبالطيران الحربي التركي الذي يستهدف تحصينات وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة. الله بيمن على الجيش السوري الحر بالتعاون مع الأشقاء الأتراك بتحرير من ساتر الحدودي من الغرب باتجاه الشرق، واليوم لحد اليوم صار 9 قرى، آخر شيء الأحمدية اليوم، وإن شاء الله بإذن الله مستمرين حتى تحرير جندرس وتل سلور باستمرار إلى عفرين إن شاء الله بإذن الله. معارك عنيفة تدور بين الفصائل المقاتلة من جهة ووحدات الحماية الكردية من جهة أخرى في محيط منطقة جنديرس، في محاولات من قبل الفصائل التقدم إلى هذه المنطقة التي ما يفصلهم عنها 5 كيلومترات فقط. إبراهيم خطيب، أورينت نيوز، ريف حلب. كما وأدى التقدم الذي أحرزه الجيش الحر والجيش التركي ضمن عملية غصن الزيتون على محور ناحية بلبل شمال عفرين، أدى إلى الاقتراب من بحيرة ميدانكي الهامة بعفرين. فبعد تمكن قوات عملية غصن الزيتون من السيطرة على مناطق عدة بعفرين بات يفصلها عن بحيرة ميدانكي نحو 3 كيلومترات، يذكر أنه وبالسيطرة على محور البحيرة فإن ذلك سيسهل على قوات غصن الزيتون التقدم والسيطرة على ما تبقى من الشريط الحدودي المتاخم لولاية كلس التركية. ونقلت وسائل أعلام عدة عن قائد وحدات الحماية الكردية سيبيان حمو قوله إنه لا مشكلة لديهم بدخول ميليشيا نظام إلى منطقة عفرين للمشاركة في التصدي للجيش التركي والجيش السوري الحر. وقال حمو إن النظام يصرح دائما بأن عفرين أرض سورية وعليه أن يقوم بواجبه الآن، ولا يوجد أي مانع من قبل الوحدات الكردية حول ذلك. وأضاف حمو وفق وسائل الأعلام أنهم لم يروا خطوة عملية من قبل النظام باستثناء ما أسماه تنسيقا محدودا لتسهيل إدخال مساعدات إنسانية إلى عفرين. وينضم إلينا خالد أبو المجد، مراسل أورينت نيوز من ريف حلب. لو تضعنا في صورة ما يجري هناك. تمام، هيك صوت. لو سمحت لي تيماء بإعادة السؤال لأني لم أسمعه جيدا. بعد المعارك العنيفة التي شهدناها، لو تضعنا في صورة ما يجري. نعم، ما تزال عملية غصن الزيتون مستمرة، وتقدم الجيش السوري الحر مدعوما بالقوات التركية أيضا مستمر. يوم البارحة سيطر الجيش السوري الحر على عدة قرى كان أهمها المحمدية وكذلك تلة العمارة. هذه المناطق هي في محيط منطقة جنديرس غربية عفرين. قبل قليل أعلن أيضا الجيش السوري الحر عن إحكام السيطرة على قرية عمر سيمو. هذه المنطقة القرية عفوا هي في محيط منطقة بلبل شمال عفرين. طبعا الجيش الحر يعمل من محورين مهمين، هو
محور جنديرس وراجو، بإضافة أيضا إلى محور بلبلة، وذلك لوصل القوات التي تسيطر على عدة مناطق شمال عفرين لوصلها بالمقتحمة، والتي سيطرت أيضا على عدة مناطق غرب عفرين. الجيش الحر أرسل خلال الساعات الماضية عدة مؤازرات وصلت إلى الجبهات، وكذلك الجيش التركي الذي أرسل قبل أيام من الآن أيضا قوات إلى تلك المنطقة. أما عن المحور الشرقي فتبدو المعارك أهدأ وتيرة ما كانت عليه خلال الأيام الماضية بعد إحكام الجيش السوري الحر على عدة مناطق في محيط منطقة جبل بافليون، لما يزال الجبل حتى الآن هو الهدف الرئيسي لعملياتهم. نعم، لو تبقى معنا خالد، وبال انتقال إلى الحدود التركية مع عبد الحميد سلات. أهلا بك عبد الحميد. هل لا زال الجيش التركي يدفع بتعزيزات نحو المناطق الحدودية مع سوريا؟ وكيف تبدو الأوضاع في الريحانية وكلس؟ نعم، تحياتي تيماء لك وللسادة المشاهدين. حقيقة تستمر التعزيزات للجيش التركي بالوصول إلى الحدود السورية التركية. نعم. فاليوم وصلت تعزيزات عسكرية مكونة من آليات ودبابات باتجاه قضاء هاتاي، وتمركزت في منطقة خاصة. أيضا يوم أمس وصلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية بجهة شرقية من عفرين باتجاه كلس، بالإضافة لتعزيزات عسكرية ما زالت تصل إلى الحدود منذ 3 أشهر تقريبا، وزادت كمية هذه التعزيزات بعد بدء عملية غصن الزيتون. حقيقة أعداد ضخمة من العربات الثقيلة والمجنزرات تتمركز الآن على الشريط الحدودي، وفي نقاط تمركز الجيش التركي المنتشرة على كافة الشريط الحدودي بين ولايتي هاتاي وكلس. إذن بالإضافة إلى عناصر من قوات النخبة التركية والقوات الخاصة ما زالوا يصلون إلى الحدود السورية التركية ليلتحقوا بعملية غصن الزيتون من معظم الولايات التركية. وحدات الجيش التركي في كافة الولايات ترسل عربات ومجنزرات وأرتال عسكرية باتجاه الحدود، وربما تستمر هذه الأرتال بالوصول إلى الحدود. عبد الحميد، تفضل. كيف استقبل الشارع التركي الأنباء التي تحدثت عن مقتل 31 من عناصر الجيش التركي في عفرين منذ بدء عملياتها يعني عمليات غصن الزيتون هناك؟ نعم تيماء، حقيقة الشارع التركي يستقبل كما يسميهم شهداء الجيش التركي أو العناصر الذين سقطوا نتيجة هذه العمليات في معارك غصن الزيتون. سمعنا الكثير من الأنباء، لكن نتحدث هنا عن الشارع والجهة السياسية، نتحدث هنا عن الأحزاب السياسية المعارضة. اليوم كان هنالك تصريح لأحد الأحزاب التركية الكردية المعارضة وهو حزب الدعوة الحرة، حيث صرح بأن هذه العمليات واجبة تجاه ما سماها الوحدات الإرهابية على الحدود، وعبر بالضبط بأنهم يقاتلون قوات أمريكية. فهذه القوات البيدي والبككا هي من تدريب وتمويل، والسلاح الذي يقاتلون به هو سلاح أمريكي. لذلك نرى في الشارع التركي بأن الشعب يقف مع الجيش التركي بهذه العملية بشكل يومي. المساجد في معظم الولايات التركية تطلق التكبيرات في المآذن نصرة للجيش التركي. إضافة لوصول بشكل دائم هنالك وفود وباصات تقل مواطنين أتراك من المناطق والولايات التركية في العمق التركي إلى المناطق الحدودية لرفع الأعلام التركية وتشجيع الجيش التركي على هذه العملية. بالإضافة إلى أن الإعلام التركي أيضا فهو يقف بجانب هذه العملية، لذلك نشاهد بشكل دائم بأن التركيز على العناصر التي تم تحييدهم من عناصر الوحدات الكردية. حتى اليوم وصل عدد العناصر حوالي 1400 عنصر من عناصر الوحدات الكردية حسب رئاسة الأركان، تم تحييدهم بشكل تام. إذن هي عملية تستمر، والشارع التركي بشكل عام يقف مع هذه العملية. شكرا لك عبد الحميد سلات، مدير مكتب أورينت نيوز، كنت معنا من الحدود التركية. شكرا جزيلا لك، وبالعودة إلى ريف حلب مع خالد. خالد، كان هناك معلومات عن معارك في محيط بحيرة ميدانكي، ما أهمية تلك البحيرة حتى تشهد معارك مستمرة في تلك الجبهة؟
نعم، أهمية منطقة الميدانكي هي واقعة وتفصل بين قوات الجيش السوري الحر الذين سيطروا عدة مناطق شرق عفرين بالأخرى أيضا الكتائب المقاتلة في شمال عفرين. طبعا اليوم يتم الحديث عن الوصول إلى الجهة الغربية لبحيرة الميدانكي، وربما أيضا هذه البحيرة من الممكن أن تغذي المنطقة بشكل كامل بالمياه. المنطقة التي هي يعني محرومة من المياه منذ السيطرة عليها ضمن عمليات درع الفرات قبل نحو عام أو أكثر، نحو عام ونصف تقريبا وحتى هذا اليوم. نعم، بحيرة الميدانكي أيضا هي من أهم المناطق أو التي تحوي على المياه في الريف حلب الشمالي من بعد الضفة التي سيطر عليها الجيش الحر من في وتحديدا في منطقة جرابلس. طيب، الوحدات الكردية طالبت النظام بالتدخل لمساعدتها في معركة عفرين، كيف تلقت الفصائل المقاتلة تلك الأنباء؟ يعني وهل استعادة أو استعدادات لوقف أي تقدم للنظام نحو عفرين؟ بالنسبة لفصائل الجيش السوري الحر هنا يعني الجميع ربما لا يفرق بين قوات النظام وبين وحدات حماية الشعب الكردية كأعداء، هم ليسوا يعني يعني تصريحات للقيادة العسكرية كل من حاورناهم وسألناهم لا يفرقون بين الطرفين، لأنهم بالأساس هناك تحالفات وثيقة بين الطرفين، وعلى حسب قولهم بأن معركة سقوط أو يعني سقوط حلب بيد قوات النظام والميليشيات الإيرانية كانت بالتسهيل من الوحدات وحدات حماية الشعب الكردية عند استهدافها لطريق الكاستيلو. وربما أيضا يكون هناك تعامل وثيق بين الطرفين في معركة عفرين، طبعا لا أحد يستبعد هذه الفرضية هنا، ولكن ربما الأمور السياسية يعني ربما لا تسمح بذلك على حسب قول القادة العسكريين. شكرا لك على هذه المعلومات خالد أبو المجد مراسلنا من ريف حلب، شكرا جزيلا لك. صدت الفصائل المقاتلة محاولة تسلل لميليشيا النظام في محيط بلدة خربة غزالة الاستراتيجية شمال شرق مدينة درعا، وحاول النظام تنفيذ عمليته بعربتين تحملان مضاد طيران ومجموعة مشاة، حيث تصدت لهم الفصائل بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ومضادات الطيران والمدافع الرشاشة. جولتنا مستمرة وتتابعنا فيها. أهالي بلدة كفرناها بريف حلب الغربي يطالبون بإحداث نقطة لعلاج اللاشمانيا. العربي الألماني، طريقك للعمل والاندماج وتعلم اللغة. سوريون يتفوقون في ماراثون علمي للبرمجة في النمسا. وما هي الميزات التي يحظى بها اللاجئون من ذوي الاحتياجات الخاصة في السويد؟ مهجركم على أورينت نيوز يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد، وبالعودة إلى تطورات درعا ينضم إلينا بشر أحمد مراسلنا من ريف درعا. أهلا بك بشر، بداية تفاصيل ما جرى في ريف درعا الشرقي تحديدا في محيط بلدة خربة غزالة. ليست محاولة التسلل الأولى ولا يعتقد أن تكون الأخيرة التي تنفذها ميليشيا النظام باتجاه بلدة الغارية الغربية انطلاقا من خربة غزالة، حيث قامت ميليشيا النظام خلال هذا الشهر فقط بتنفيذ 3 محاولات تسلل باتجاه شركة الكهرباء انطلاقا من ما يعرف بمزرعة الدوماني
بالقرب من بلدة الغارية الغربية، كما نفذت محاولة رابعة باتجاه بلدة الغارية الشرقية. طبعا الجيش الحر يقوم بالتصدي لمحاولات التسلل هذه، كما قام البارحة بالتصدي لمحاولة التسلل باتجاه شركة الكهرباء واستطاع بالفعل إحباط هذه المحاولة. خالد، عفوا بشر، ماذا عن المعارك بين ما يعرف بجيش خالد والفصائل المقاتلة في ريف درعا الغربي؟ يعني هل من جديد؟ آخر ما حصل في حوض اليرموك غربي درعا هو أن جيش خالد المبايع لتنظيم الدولة قام بمهاجمة بلدة حيط، ووصف هذا الهجوم بالأعنف منذ بدء المعارك في حوض اليرموك، لكن الثوار استطاعوا صد هذا الهجوم واستعادة جميع النقاط التي سيطر عليها جيش خالد خلال هجومه الأخير، وعادت خطوط الاشتباك لما كانت عليه قبل هذا الهجوم. شكرا لك بشر أحمد مراسلنا من ريف درعا، شكرا جزيلا لك. قال الكرملين إنه لا معلومات لديه عن مقتل عناصر روس في ضربات للتحالف قرب الفرات. يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر محلية روسية عن مقتل 2 من المقاتلين الروس الداعمين لميليشيا الأسد ضمن اشتباكات دارت بين قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وميليشيا الأسد في مدينة دير الزور في وقت سابق هذا الشهر. أعلن مصدر مسؤول في ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية عن إنقاذ 11 عنصرا من ميليشيات قسد بعد محاصرتهم من قبل تنظيم داعش على الحدود العراقية السورية. وقال قياديون فيما يعرف باللواء 13 في الحشد الشعبي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أنه بتوجيه من قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار انطلقت قوة من لواء الطفوف، وبالتعاون مع مغاوير حرس الحدود العراقي تم إنهاء الحصار عن 11 عنصرا لقوات سوريا الديمقراطية بعد محاصرتهم من قبل داعش. قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا إن الوضع زاد سوءا منذ أن دعت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في 6 من شباط الجاري، واصفا الوضع الحالي بالأسوأ منذ بدء العام 2011. على وقع استمرار الغارات الجوية التي ينفذها طيران النظام والحليف الروسي، تصدر الأمم المتحدة بياناتها وتحذيراتها المتتالية من وقوع كارثة إنسانية في المناطق الواقعة تحت القصف والحصار. ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا علي الزعتري قال إن معاناة المدنيين السوريين تفاقمت منذ أن دعت الأمم المتحدة لوقف شامل لإطلاق النار قبل أسبوع، وسط أسوأ أزمة إنسانية تواجه المدنيين منذ بدء الثورة السورية. وأضاف الزعتري في بيان له أن هناك تقارير عن سقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، ونزوح كبير للسكان، وتدمير للبنية التحتية المدنية بما فيها المرافق الطبية. الزعتري أشار إلى أن دعوة الأمم المتحدة لوقف فوري للأعمال العدائية جاءت كي تتمكن الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بما في ذلك إجلاء الجرحى والمرضى وذوي الحالات الحرجة والتي بقيت دون مجيب على حد تعبيره. مناشدات الزعتري تأتي بعد حملة جوية ينفذها طيران النظام والعدوان الروسي شملت الغوطة الشرقية المحاصرة وريفي إدلب وحماة، حيث نزح أكثر من 300,000 نازح، كما تأتي بعد فشل الأمم المتحدة بإجلاء 700 مريض بحالة حرجة في الغوطة الشرقية، حيث أعلنت الأمم المتحدة أنها أرسلت 11 طلبا لوزارة خارجية نظام الأسد بشأن إجلائهم، إلا أنها لم تجلي إلا 29 حالة. وكانت الأمم المتحدة قد دعت في 6 من شباط الجاري لوقف فوري لإطلاق النار في عموم سوريا لمدة شهر على الأقل، وذلك لاعتبارات إنسانية، حيث أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
أن غارات النظام وروسيا على إدلب والغوطة الشرقية أسفرت عن مقتل 230 مدنيا خلال أسبوع، وأن ذلك قد يصل إلى حد جرائم الحرب. كشف المفوض السامي للأمم المتحدة فيليبو غراندي خلال زيارة له إلى مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن أن المفوضية تدرس نقل 10,000 لاجئ إلى دول مستقرة في العالم الثالث، مشيرا إلى أن أكثر من 15,000 لاجئ عادوا إلى مناطق بسوريا منذ بدء سريان اتفاق خفض التصعيد. فيما أعرب غراندي عن قلقه البالغ من استمرار الاشتباكات وقتل المدنيين. مع اقتراب الحرب في سوريا من دخول عامها الثامن، بدأ مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي يوم أمس زيارة مدتها 3 أيام إلى الأردن للاطلاع على أحوال اللاجئين في المخيمات. ركز غراندي خلال مؤتمر صحفي في الزعتري على عدة نقاط أساسية لمساعدة اللاجئين والدول التي لجأوا إليها. عبر عن قلقه من هذه الحرب التي لم تدمر البلاد فقط بل دمرت العقول والأجساد، ودعا الدول المانحة للاستثمار في المناحي التي تفيد اللاجئين والدول المضيفة وأن يعملوا أكثر على إعادة التوطين وخاصة لمن يحتاج المساعدة. هناك برنامج نطلق عليه إعادة التوطين، يعني أننا سنأخذ اللاجئين من بلد يضم عددا كبيرا من اللاجئين مثل الأردن أو لبنان إلى بلد آخر، وبالأخص من يحتاج الدعم والعلاج. في السنوات الماضية كنا نأخذ من 25 إلى 30 ألف لاجئ في كل سنة من الأردن إلى بلدان أخرى. خلال جولته زار المفوض السامي محطة الطاقة الشمسية في الزعتري، أكبر محطة لتوليد الكهرباء على مستوى مخيمات اللجوء، إضافة إلى مكتب الزعتري للتشغيل بعد منح الأردن تصاريح عمل لأكثر من 87,000 لاجئ خلال العامين الماضيين. وأكد غراندي على أن تمكين اللاجئين للاعتماد على الذات أفضل طريقة لمساعدتهم ومساعدة المجتمعات المضيفة لهم. تم افتتاح يعني فرص عمل للنسوان، وأنا بكوني امرأة ليش حتى ما أشتغل وإني أعين أسرتي منه بحسن من وضعي المادي. طلبوا إنه بده يكون لازم أعمار لحد 35. لا، في مركز جرش طلب عمر غير يعني مفتوح مثلنا احنا، انا عمري 47 سنة، يعني بالعكس شجعوني. زيارة اختتمها المفوض السامي غراندي بمناشدة العالم أن يأخذوا بعين الاعتبار المسؤولية الهائلة التي تقع على عاتق الأردن والدول المضيفة للاجئين، مؤكدا على ضرورة استمرار الدعم للاجئين ولهذه الدول. من مخيم الزعتري للاجئين السوريين، إيمان عابد، أورينت نيوز. تشكو منطقة كفر نهى غرب حلب التي يقطنها قرابة 50,000 نسمة جلهم من النازحين من عدم وجود نقطة لعلاج داء اللشمانيا المعروف بحبة حلب، الأمر الذي جعل الأهالي يقطعون مسافات بعيدة للحصول على العلاج أو شراء الجرعات بثمن باهظ من الصيدليات الخاصة. يقطع محمد الذي هجر من مدينة حلب مسافة كبيرة من بلدة كفرناها للوصول إلى مدينة الأتارب مصطحبا طفليه اللذين أصيبا معه بمرض اللاشمانيا أو كما يعرف باسم حبة حلب، فعلاج هذا المرض لا يتوفر في مكان إقامته. أنا إصابتي باللاشمانيا يعني بعد طلعتي من حلب يعني شهر شهرين تقريبا، والطفل مثل ما شفت وراي وعم نعاني منه بشكل لا يوصف. هي الحبة بسبب لك عدم تواجد سيارات متنقلة أو مكان يكون ثابت لحتى نقدم نكافح الآفة هي. عشرات الحالات المصابة بمرض حبة حلب ترد يوميا إلى الطبيب المسؤول في مستوصف كفرناها، إلا أنه يضطر لتحويلها جميعا إلى مناطق بعيدة، وذلك بسبب عدم إحداث قسم مختص في مستوصف البلدة، بالرغم من أن مسؤولي المركز الطبي طلبوا عشرات المرات من مديرية الصحة في الحكومة المؤقتة
كي يخدم هذا المركز منطقة يقطنها 50,000 جلهم من النازحين. حالات كثيرة تراجعنا بمرض الليشمانيا تقديرا يعني 25 حالة يوميا تجي بتحيله بيصير يعني يحط اللوم كله علينا، اخي حطونا مركز هون نحن بحاجه لمركز الليشمانيا، ليش عم تحيلونا؟ ليش فاتحين؟ يعني نضطر نتعرض للاحراج. اسباب متعدده تقف خلف زياده انتشار حبه الليشمانيا، تعود حسب مختصين لانتشار المسطحات المائيه وتجمعات القمامه التي تشكل بيئه خصبه لذبابه الرمل المسؤوله عن هذا المرض. فيما يعتبر إهمال العلاج سببا هو الأهم لزيادة انتشارها. هذه الأسباب دفعت بالأهالي لإطلاق صرخة باسم سكان كفرناها للجهات المختصة لتوفير العلاج حالا ووضع خطط لتوفير الوقاية أيضا. يناشد الأهالي في بلدة كفرناها غرب حلب الجهات المختصة بتأمين مركز ثابت لعلاج مرض الليشمانيا الذي يعاني المصابون به من صعوبات كبيرة في الوصول إلى المراكز الثابتة البعيدة جدا عن هذه المنطقة. إبراهيم الخطيب، أورينت نيوز، ريف حلب الغربي. ويبقى معنا إبراهيم الخطيب مراسلنا من ريف حلب ولمناقشة هذا الموضوع. إبراهيم، إلى أي مدى هذا المرض المنتشر في كفرناها والمناطق المحررة بريف حلب؟ نعم، حقيقة فيما حبة الليشمانيا أو الإصابة بحبة الليشمانيا هو مرض منتشر حتى قبل الثورة، قبل الثورة كان منتشر بمختلف المناطق سواء كان في مدينة حلب، لكن السبع سنوات الجارية أدت إلى انتشار هذه الحالات بشكل كبير. نعم. وزيادة انتشارها بسبب نقص العلاج. ربما نتحدث هنا بداية قبل الحديث عن منطقة كفرناها بالتحديد، نتحدث هنا عن آلاف أو العشرات الآلاف من الأهالي الذين نزحوا من مختلف المناطق إلى الحدود الشمالية مع تركيا والذين يتواجدون في مخيمات عشوائية. لم تقم حقيقة أي مراكز ثابتة أو حتى سيارات متنقلة لعلاج مرض الليشمانيا. هناك حالة من الفقر يعانيها هؤلاء الأهالي، ليس بيسعهم جميعا الذهاب إلى المستشفيات أو المراكز الطبية البعيدة للحصول على هذه اللقاحات التي يجب أن ينتظم تلقيها. فيما يتعلق حقيقة بالانتشار خلال الفترة الماضية يعود إلى الازدياد الوضع الصحي السيء سواء كان على مستوى انتشار مسطحات مائية وحتى الصرف الصحي وانتشار التجمعات القمامة بشكل كبير دون وجود عناية جيدة بها. نعم. الأمر الذي أدى إلى وجود بيئة خصبة لذبابة الرمل التي تعتبر المسؤول الرئيسي عن الإصابة بهذه الآفة. حقيقة عدد من المناطق على مستوى في ريف حلب الغربي وتحديدا في غرب حلب. نعم. لم تكن مأهولة بالسكان بالشكل الكبير، لكن خلال الفترة الماضية وبعد نزوح الآلاف إلى هذه المناطق لا سيما منطقة كفرناها بالتحديد التي ارتفع عدد سكانها إلى ما يزيد عن 50,000، بات الأهالي الموجودين في هذه المنطقة يعانون صعوبات كبيرة في هذه النقطة بالتحديد مع انتشار هذه الحالات بشكل كبير وعدم وجود مراكز لعلاجها، الأمر الذي يضطر الأهالي لقطع مسافات كبيرة للوصول إلى مركز الأتارب ومركز الشيخ علي، وهذه المسافات ساعة ونصف حوالي 30 كيلومتر للوصول إلى مركز لعلاج المرض. حقيقة مركز كفرناها بالتحديد وحتى على بعض المخيمات وبعض المراكز الأخرى كانت لديهم مناشدات خلال الفترة الماضية لإنشاء نقاط ثابتة لعلاج هذه الآفة التي يصاب بها كثير من التي يصيب بها كثير من الأطفال والتي سببت خلال الفترة الماضية حقيقة زيادة في الانتشار بسبب عدم وجود مراكز للعلاج. إبراهيم، أنت تحدثت أن هناك نقطة علاج هذا المرض في كفرناها، ولكن ماذا عن بقية المناطق؟ تيماء لم أسمع السؤال جيدا. أنت تحدثت عن نقطة علاج بكفرناها، ماذا عن بقية المناطق؟ يعني الأهالي طالبوا في كفرناها بإحداث نقطة علاج لهذا المرض في بلدتهم، ماذا عن باقي المناطق؟ يعني هل هناك نقاط طبية مختصة لمعالجة هذا المرض؟ يبدو أن هناك خلل في الصوت. شكرا لك إبراهيم الخطيب، كنت معنا من ريف حلب، شكرا جزيلا لك.
تتعدد قصص النازحين في المخيمات وخصوصا من نزحوا خلال الفترة الماضية، حيث خرجوا لنفس الأسباب، والقاسم المشترك بينهم فصول المعاناة في المخيمات التي زادت من أوجاعهم. يسعى محمد وعائلته لتجهيز خيمته التي حصل عليها مؤخرا في أحد مخيمات ريف جسر الشغور الشمالي قبل سقوط الأمطار تفاديا لغرقها، بعد أن نزح مجبرا من قريته بريف حلب الجنوبي إثر القصف. ظليت نهارين تحت الشجر، وبعدها جينا لهون لقينا يعني خيام ما في بالأول، مكان ما في، وشافت عينكم يعني عم نفرش ونزبط ومن هالأمور هاي. أم رامي في ذات المخيم تروي قصة نزوحها من ريف حما الشرقي بعد تقدم ميليشيا النظام عليها ووصولها لهذا المخيم الذي يفتقر للخدمات والمساعدات، لا سيما أنه غير مهيئ للسكن. طلعنا بيتنا الهدت وتشردنا، وأهل الخير لمونا وجابونا ولهين، وولادنا راحت بجنب، وزوازنا راحوا بجنب، انهزمنا بعرضنا وانهزمنا بولادنا صغار، والمخيمات صعبة ما بها لا مي لا بها دكاترة لا بها، يعني ما ظل عندنا شيء غير رحمة الله. على الجهة المقابلة من المخيم تحاول أم كسار جرف المياه التي تسربت لخيمتها نتيجة العاصفة المطرية التي أصابت المخيم وزادت من معاناتها. جانا مطر طوف، وخلف الله عليهم بهالليل طلعونا منه الطوف بالليل، يشهد الله نقف بالمطر هيك بالخيم، هي يعني المطر هيك بالليل الساعة 3 بالليل، وعندي اطفال حطيتهم هيك شلتهم عن المي بالليل، طاف علينا المخيم والبرد قارص، ولا صوبات ولا تدفية، ما عندنا شيء، ناقصنا كل شيء لهالمخيم. لعل هذه القصص التي تجمع بينها المأساة في هذا المخيم تشابه مئات القصص للنازحين الفارين من قصف ميليشيا النظام والعدوان الروسي، وباتت حبيسة الخيام تخفي بين سطورها مرارة النزوح. تتعدد قصص النازحين والقاسم المشترك بينها المعاناة في مخيمات النزوح التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة بعد أن تركوا منازلهم على عجل إثر قصف طيران ميليشيا النظام والعدوان الروسي، ولن يعرف قصصهم إلا من عايشها ولو للحظات. هاشم العبد الله، أورينت نيوز، ريف جسر الشغور الشمالي. نهاية جولة الميدان، وتذكير بأبرز العناوين. الفصائل المقاتلة تطرد فلول داعش من مواقع تقدموا إليها بريف إدلب وتأسر عددا منهم. قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات النظام بهجوم مباغت للفصائل المقاتلة في الغوطة. الجيش الحر يسيطر على قرية عمر سيمو على محور بلبل شمال عفرين بعد معارك مع الوحدات. ودائما للمزيد، orion-news.net. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.